تعيش كل من الجزائر وتونس أزمة صحية كبيرة مع بلوغ عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أرقاما قياسية. ولتفاصيل أكثر حول الوضع تحدث تيرو نيوز مع الدكتور هيثم قوسى رئيس قسم الصحة والرعاية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعرفة سبب الارتفاع الكبير والقياسي لعدد الإصابات والوفيات اليومية في كلا البلدين. سبب الرئيسي للتطور هذا يرجع لعدة أسباب. أولا المسار الطبيعي لأي وباء أو جائحة بنتوقعها تكون على شكل موجات، فكان متوقع أن يكون في موجة جديدة قريبة، لكن الإجراءات اللي بنتبعها بنحاول نحد من صعود الموجة بشكل سريع يفوق القدرة الاستيعابية للنظام الصحي، فكان هذا متوقع. ده زائد دخول المتحور دلتا على الخط وهو معروف بشراسته وسرعة انتشاره وإصابة عدد كبير من الناس. احنا بنتكلم عن النسخة الأصلية من الفيروس كانت بتصيب من شخصين لثلاث أشخاص، المتحور دلتا بيصيب من 5 لـ 8 أشخاص، وهذه للأسف وصلت منطقة شمال أفريقيا والجزائر وتونس. نتكلم كمان عامل آخر ساعد في صعود هذه الموجة من الوباء. هل من الممكن أن تعطينا الدكتور بالأرقام إلى أين وصلت عملية التطعيم في كلا البلدين؟ نعم، الأرقام شحيحة اللي بتوصلنا من الجزائر وتونس بخصوص اللقاحات، لكن استطعنا بالتواصل عن طريق شركائنا في جمعيات الهلال الأحمر في الجزائر وتونس من الحصول على بعض الأرقام. نتكلم بالنسبة لتونس، نتكلم عن تقريبا 3 ملايين جرعة من التطعيم تم إعطائها خلال الفترة الماضية، بما يعادل أقل من 12% من إجمالي السكان. بالنسبة للجزائر تم إعطاء ما يقارب 3.4 مليون جرعة in total، بما يعادل أقل من 5% من إجمالي السكان، فتعتبر نسب متواضعة جدا في البلدين. السبب في عدة أسباب لهذا الشيء. أولا كان في تأخر في الإمدادات وتوفر اللقاحات في البلدان هذه، بتعرف هذا كان يعني شيء شبه خلل في نظام التوريد والإيصال الجرعات والمطعوم بكميات كافية في وقت قريب. السبب الثاني الرئيسي كان تردد السكان والعزوف عن الإقبال على التطعيم مع ورود إشاعات عن الآثار الجانبية وبعض المعلومات المغلوطة بخصوص اللقاح، فكان في تردد من السكان على الإقبال بكثافة على التطعيم. دكتور، هنالك نقص فادح في المعدات وخاصة في مادة الأكسجين بالمستشفيات الجزائرية، ما هو الدور الذي تقوم به جمعيات الهلال الأحمر في هذا الشأن؟ بالنسبة لنا في المكتب الإقليمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان في تحرك مسبق وتوقع لحدوث هذه الموجة، وكان في لقاء مع المدير الإقليمي دكتور حسام الشرقاوي مع كل الأمناء العامين ورؤساء الجمعيات في منطقة شمال أفريقيا لبحث تسريع وتيرة الإجراءات والاستجابة لدعم النظام الصحي. تم توريد مولدات الأكسجين ومكثفات الأكسجين لجمعيات الهلال مع وسائل الوقاية، الكمامات لجمعيات الهلال لدعم القطاع الصحي وتوصيلها للعاملين في القطاع الصحي في أكثر من مركز. نتكلم هنا عن أرقام كبيرة من الكمامات، تقريبا 1 مليون كمامة تم إيصالها وأكثر من 300 جهاز مكثف في تونس، وفي الطريق الآن عدد كبير من المكثفات والمولدات للجزائر للهلال الأحمر الجزائري، بالإضافة إلى حملات الدعم الشعبي اللي أطلقتها الجمعيات لجمع التبرعات ودعم القطاع الصحي، واللي لاقت يعني إقبال رهيب وملفت من الداخل لجمع التبرعات وشراء المستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي من المواطنين ومن رجال الأعمال داخل وخارج البلدين. فالهلال الأحمر بيقوم بدور على الأرض فعال بالنسبة للتوعية المجتمعية ودعم القطاع الصحي في أكثر من جانب. دكتور هيثم قوسى، شكرا جزيلا لك. للمزيد من المواضيع والأخبار يرجى زيارة موقعنا euronews.com ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي euronews عربي.